السلام عليكم وصبحكم الله بالخير. شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي الجميع والكل يكون بصحة وعافية. وأقول بعد للي عنده مساء الخير، والله يخلي الجميع. اليوم جولتنا في منطقة بيان، هي من مناطق التابعة لمحافظة حولي في دولة الكويت. هذه المنطقة يتم تسميتها بسبب ارتفاعها أو ارتفاع الأرض اللي هي عليها عن المناطق المجاورة لها، هي واضحة. فمنطقة بيان قريبة لمنطقة مشرف وسلوى والرميثية، فيها مجموعة كبيرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله من المساجد ومن المدارس، وفيها جمعية رئيسية وفيها أفرع منتشرة، وفيها عدد مقدر من المطاعم، وفيها مراكز الخدماتية، وفيها الأهم هو قصر بيان اللي نتشرف في وجوده في الكويت. استقبل عدد كبير من رؤساء الدول القريبة والصديقة وأغلب دول العالم فيه، والمسرح الكبير اللي له ذكريات بقلوبنا قدم فيه أجمل العروض. فمنطقة بيان تتكون من 13 قطعة، وأنا اليوم أستسمحكم يا سكان هذه المنطقة الأكارم إني ما قطيتها بشكل كافي لأنها تبارك الله كبيرة. عسى الله يبارك لكم فيها ويعطيكم من خيرها ويكفيكم شرها، والله يحفظ مناطق الكويت والكويت بشكل عام من كل شر حاسد وحاقد ومتربص. الله يحفظنا يا ربي ويجعلها ديرة أمن وأمان تحت ظل حكامنا الأكارم. فالتوقيت نفس كل مرة، توقيتي الفجر، وفعلا أنا دخلتها قبل الخمس، وانتوا عارفين الأسباب، ما راح أعيد وزيد. أو إذا في أحد معانا جديد ياليت يرجع للمناطق اللي قطيناها سابقا. أنا تكلمت وايد عن أسباب تقطيتي وتصويري للمناطق في هذا الوقت. الملاحظة الكبيرة اللي ما شاء الله خذت عيني، ودائما أنا أقول عنها السالفة، قضية التشجير موجودة في منطقة بيان بشكل واضح جدا، لدرجة في شوارع ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي هي بين مشرف وبين بيان، وحتى في داخل بيان الشير فيها ما ودي أطلع من الشارع على الجانبين، ما شاء الله شيء يعني يثلج القلب. يقولون الكويت صحراوية، هذا الكلام مو صحيح، هي السالفة كلها فقط ازرع وأرعي وأسقي وشوف النتيجة. فمن تجولاتي في مناطق الكويت بديت أعي حقائق يمكن كانت قايبة عني، يمكن ما كنت منتبه لها، لكن هذه الجولات فايدتها إن فتحت عيني على جمالية المناطق والنظافة والاهتمام والترتيب والسنع. واحد يتشرف بالأمانة في مناطقنا في الكويت، واهتمام أهل الكويت في مناطقهم، والحرص إنها تكون أحسن من المناطق الأخرى، تنافس خفي في هذه المناطق والجماليات اللي موجودة فيها. والتشجير مهم جدا عندنا في الكويت، يخفف من حرارة الجو، يكون مثل المصد للرياح والغبار الطوز اللي عندنا، اللي يسمونه أهل السودان الكتاحة، اللي هو عندنا احنا الطوز لما يكون أحمر
وترابه ناعم، هذا قبل أنا شفته وأذكره لما كنت صغيرة بخيطان. كان وايد يصير عندنا بذاك الوقت، تنقلب السماء حمرة وهي نصبح على تراب ناعم أحمر، يعني من كثر ما هو ناعم يدخل بكل شيء، كل شيء نغطيه عشان لا يدخل فيه وصعب تنظيفه. فيسمون أخواننا وحبايبنا في السودان، عسى الله يرفع عنهم هالقمة، ترجع بلدهم بلد خير يا ربي، ويتطمنون أهلها وياجرهم على كل شيء يا رب. يسمونها الكتاحة، حتى يعني التعبير غريب بالنسبة لي، كتاحة على العموم. ففوائد التشجير قلنا السابق، وأضيف عليه الجمالية والراحة النفسية للأماكن. فمنطقة بيان تبارك الله ميزتها التشجير، سواء كان شخصي أو على مستوى المنطقة. قليل اللي شفته يعني شوية يبي لسقي، لكن بالمجمل لا، أخضر يا نعيها شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا يعني تشجير فردي. يحبون الخضار، إحنا نحب الخضار ونحاول جاهدين، والله ترى هذا مو ببلاش، الناس قاعدة تبذل فلوس وجهد وتعب واهتمام ورعاية وتخصيص هذا لوني المفضل. ما أقدر إلا أتكلم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أحلى شيء في الفير هذا. فالناس يزاهم الله خير، سكان هذه المناطق قاعدين يقطون فلوس ومو شوي، أنا أدري مبالغ يعني كبيرة في التشجير والاهتمام والرعاية، يعني حتى في منهم يجيبون ناس متخصصين يدفعون لهم مبالغ عشان احنا نقول يحشون الزرع ويجملون الثيل والورد، اذا كان ورد اللي يبدي اعتقد من شهر 10 احنا نبدي نزرع الورد عشان الجو يبدي يتغير وما في ذيك الحرارة من الشمس اللي تحرق كل شيء. فهنيالكم يا أهل بيان في الخضار هذا والألوان الجميلة اللي تختارونها لبيوتكم، اللي أنا أحبها، أنا أحب الألوان الحارة، نعيد وزيد بهالجملة، الألوان الحارة قريبة إلى قلبي. فإما أشوف بيت ولا أشوف مطعم ولا أشوف مكان مصبوق بهذه الألوان أستانس وابتهج. لازلنا في مناطق، لازلنا في شوارع منطقة بيان، وإحنا في شوارع تعتبر رئيسية داخلية. المتواجدين خفاف، قليلة السيائر اللي واجهتها لأن مبكر حتى ما بدأ وقت الدوام. يعني التشجير في أحيان كثيرة عشان يتغلبون على الجو وعشان يفتكون من الرعاية، اتجهوا في السنوات الأخيرة لاستعمال النبات الصناعي، يسوونه مصدات، يسوونه ثيل، يسوونه شكل جمالي للأرضيات برا البيوت. هذه الجمعية الرئيسية مالت بيان، وتنتشر فيها مراكز يعني بشكل شخصي، يعني لعوائل تبني مراكز منها تحفيظ القرآن وتعليم الفقه وعلوم والعلوم الشرعية تكون على نفقتهم جزاهم الله خير. والجمعية طبعا مثلها مثل باقي جمعيات المنطقة، تضم مطاعم، بنوك، صيدليات. يعني أنا أول مرة أشوف صيدلية طابقين تبارك الله. هذه الجمعية ومحيط الجمعية بس مو كل الخدمات قريبة لها مثل اللي شفناه في المناطق الأخرى. نظل نتجول في الصبح الجميل هذا، كنت أتمنى أفتش الدريشة بس ستيل حر. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وقت تغطياتنا بالشتاء
ماكو مكيف، أفتش الدريشة واستمتع بنسيم الصباح الفعلي الواحد اللي يستفيد منه عشان ينظف الرئتين. النخل هو سمة اللي أنا لاحظتها في مناطق الكويت، وايد أهل الكويت يحبون النخل داخلي وخارجي. بالأمانة أنا واحدة منهم، عندي نخلتي عزيزتي اللي عندي بالدار. هني اللي يصير القطعة هذه تصير على الشارع اللي هو الخامس، جبال الجابرية موقعها. يعني شوف الشمس، قرص الشمس، سبحان رب الخالق العظيم، هالتها عجيبة وحجمها أصبح أكبر، وسبب إنها بدأت تنزل. هني بعد هم في خدمات، فرع صغيرون يما مطعم، وجبال مسجد، وجبال قاز، وأعتقد بنك مساع مر علينا. ضروري جدا بين قطعة وأخرى لازم تكون هذه الخدمات عشان تسهل على المواطن. والزرع ما شاء الله في كل مكان، عيني عليه باردة بعد لا يقولون انظلت مزاج، عكس أنا أذكر الله بكل لحظة. ومن الضروري ذكر الله أسرع من القلب لما يفز على شيء، إن شاء الله إحنا مو من الحاسدين. أنا بالعكس، أنا كوني كويتية وافتخر أستانس لما أشوف المناطق وفيها أشياء جميلة وكأنها منطقتي. يعني ما أنظر لها أنها منطقة ناس ثانية، لا، هي من مجمل ديرتي. فإذا وايد أهتم لأمرها، يفرحني فرحها ويزعلني زعلها، والله لا يبزعل ولا حزن. الروضات موجودة داخل القطع، المدارس كذلك، ما شاء الله يعني كبر حجمها. يعني أنا بالنسبة لي، لأن أنا ما أي منطقة بيان، فليعذروني لأني ما أدل عدل. يعني ممكن أنا أكون بهالشارع فجأة ألقى بيت كنت مرة يما، فكني أدور في حلقة مفرقة، والسبب أني ما أعرف المنطقة عدل، مو من ما سكنتها ولا لي أهل فيها. يعني هي الناس كلهم أهلي أعتبرهم، إنما ما أدل صراحة. يعني فالتمسوا لي العذر. الواضح ان الشوارع نظيفة مرتبة مو ضيجة ولا فيها تراكم سيايير ولا شيء، بالعكس ما شفت الا كل خير فيها بالامانة. حتى الصعدات ما كانت وايد مثل باقي المناطق. احس فيها الوسع هذا يعطي نوع راحة، مو مكدسة. يعني ماكو أشياء مكدسة، لا، موزعة على الراحة، فللعين تعطي الانطباع هذا. سبحان الله، الله يبارك لكم يا ربي ويهنيكم ويسعدكم. وزارة الشؤون مشكورة، اهتمة جدا في تواجدها في المناطق بشكل صالات لخدمة المجتمع، موجودة بكل مكان، بكل المناطق تقريبا. كني قاعدة ألحق الشمس، ما شاء الله وين ما أروح ألقاها. للي ما يعرف تركيبة الكويت، اللي تشوفونه هذه المباني اللي تكون داخل المدارس، هذه تكون قاعة الألعاب. في السنوات الأخيرة بدأوا في منهم يضيفون لهم حمامات سباحة، صالات لعب، كرة اليد، كرة السلة، وايد يهتمون في
الرياضة للطلبة والحركة وتنمية الجسم والعضلات للشباب والشابات بشكل عام. فتشكر وزارة التربية على هذا التوجه، ونطمح للمزيد لعيالنا، وهم مو مقصرين بالأمانة، يعني في تسابق لهذا النمط في رعاية الطلبة في المدارس والتجهيز داخل المدارس ووضع الصالات والأماكن للطلبة ولممارسة كل الهوايات واللي يحبونه. فنشكر كل وزارات الدولة على ما يبذلونه بالأمانة. كل الوزارات مهتمة في وتضع بصمتها، ونشوفها، يعني مو بس نسمع، لا والله نشوف. فمن هني من قناة مزاج أنا أشكر دولتنا الحبيبة المتمثلة بالوزارات والمؤسسات الخدمية والاجتماعية اللي إحنا قاعدين ننتفع فيها كمواطنين عايشين على هذه الأرض الطيبة. هذا الشارع واحد من الشوارع اللي قلت لكم تنعش الروح بالشير اللي موجود على الجانبين، وكأني أمر في تنل. هذه من الأماكن اللي سووها الترفيهية في الكويت بشكل خاص. أعتقد أنا ما دخلتها، بس أعتقد هي داخلها شكل التزلج بالجليد أو بارد ثلج وشغلة، ما دخلت ولا سألت أصلا، بس واضح من تركيبتها وديكورها اللي حاطينه. هذه يا ما يتغسلت سيارتي ويا ما صبيت بنزين في هالمحطة هذه، وأنا أشجع المحطات الحكومية. أصب في الخاصة لا تخافون ولا أقلل من قدرهم، ولكن أنا دائما مع الدعم الحكومي. المنتج الوطني أحبه، وأحب أدعم المشاريع الشبابية الكويتية، بنات شباب أنا من الداعمين لهم، وأحب أشتري منهم وأشجعهم بالأمانة. فأرفع القبعة لبنات وأبناء بلدي ما شاء الله عليهم، نشيطين ويجتهدون في أن يبرزون طاقاتهم في كل المجالات، سواء مشاريع خاصة لهم، مشاريع صغيرة، والدولة ما قصرت تدعم هذه المشاريع، مو ضدهم ولكن معاهم وتشجعهم، وحتى ممكن تعينهم بمبالغ يوقفون بريولهم ويسددونها بشكل مريح. وهذا أكبر دعم للمشاريع الصغيرة والشبابية، ومو بس الشبابية، حتى أي عمر. أرجو أنكم استمتعتوا معاي بهالجولة الصباحية الجميلة، ونشوفكم على خير في أمان الله.